ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم حسين، اهلا بيكم في فيديو جديد ورحلة جديدة الى جمهورية ألمانيا. جمهورية ألبانيا هي إحدى دول إقليم البلقان الواقع في جنوب شرق أوروبا، ويحدها من الشمال الغربي الجبل الأسود وكوسوفو، وإلى الشمال الشرقي وجمهورية مقدونيا إلى الشرق، واليونان من الجنوب. مساحة جمهورية ألبانيا 29,000 كيلومتر مربع، ومدينة تيرانا أكبر المدن الألبانية وهي العاصمة. اللغة في البلاد وهي اللغة الألبانية، أما العملة وهي البنيان لاك. 70% من مساحة ألبانيا يغطيها الجبال، ويعد جبل كوراب هو أعلى جبل في ألبانيا، ويقع في مقاطعة ديبرا على الحدود مع مقدونيا. تعتبر الديانة الإسلامية هي الديانة الغالبة في ألبانيا، لتأتي المسيحية في المرتبة الثانية. ألبانيا مرشح محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من يناير 2003، وتقدمت رسمياً لعضوية الاتحاد في إبريل 2009. من أجمل الأماكن السياحية في ألبانيا وهي تيرانا وهي العاصمة، ومن أشهر الأماكن السياحية هناك مسجد الخليج وميدان اسكندر بيج ومتحف التاريخ الوطني. أليفيرا. أليفيرا تعتبر من أجمل الأماكن السياحية في ألبانيا، وهي مشهورة بالمهرجانات. بيرات تقع في منتصف ألبانيا ومن أقدم مدن ألبانيا، وهي من أجمل الأماكن السياحية. يطلق عليها مدينة الألف نافذة لتنوع المباني التاريخية هناك. ممر الإجوار. يقع ممر الإجوار على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر داخل الحديقة الوطنية التي تحمل نفس الاسم. العين الزرقاء في ساراندا مدينة فلورا، وهو نبع طبيعي مميز يقع بالقرب من أليفيرا الألبانية. مدينة دراس أو دراست من ضمن المعالم الهامة أثناء السياحة في ألبانيا، وخاصة مدرج دوريس بمدينة دراس.